السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض حاجة لذيذة جدا، في مشكلة بسيطة هنحلها وفي نفس الوقت هنتعلم حاجة هنحل بقى إن شاء الله مشاكل كتيرة جدا. لما أنا جيت بصيت في المشروع دوت، ببص هنا لقيت هنا عامل لي ديسبلين ومش عامل لي سب ديسبلين. الديسبلين بيعرض لي إذا كان مثلا المشروع دوت معماري ولا استراكشر ولا ميكانيكال ولا الكتريكال ولا بلامنج. السب ديسبلين بحط التفريعات بتاعتي، يعني ممكن الميكانيكال اللي يكون فيها تكييف، يكون فيها بلامنج، يكون فيها فاير، يكون فيها اي حاجه، يكون الكهرباء مثلا في تحتها لايتنج، يكون فيها لو كارنت، اي حاجه تبقى موجوده في سب ديسبلين. طب لو هي مش موجوده ده هيعمل لي مشكله تانية، ممكن اكون انا عايز ارتب الملفات هنا على اساس الديسبلين والسب ديسبلين. طيب احل المشكله دي ازاي؟ ممكن اجي من قائمه مانيش واجي هنا اقول له البرامتر، بروجكت برامترز، هبدا اعمل برامتر جديد، هقول له اد واقول له اعمل لي برامتر اسمه سب ديسبلين. وممكن لو انا عايزه المشروع ده بس هخليه بروجكت برامتر، لو انا عايزه لكذا مشروع هقول له شيرد برامتر. وده هيدخلنا على ملف اسمه شيرد برامتر، ابدا احط الحاجات بتاعتي فيه. انا دلوقتي عايزه المشروع ده بس بروجكت برامتر، اخليه سب ديسبلين. ممكن اخليها تايب او انستنس. تايب يبقى على كل النوع مره واحده، انستنس للعنصر ده بس، يعني ممكن اكون حاطط كشافات كتيره في المشروع. التايب يبقى كل الكشافات، اول ما اغير الخاصيه دي تتغير في كل الكشافات مره واحده. انستنس يبقى الكشاف كشاف، فانا اقول له سب ديسبلين واقول له ان البرامتر ده هيشتغل على الفيوهات، وممكن اقول له الفيوز والشيت، ممكن اختار الاثنين او اختار واحده بس. الخاصيه كده بتاعت سب ديسبلين دي هتبقى موجوده على الفيوز، اول ما اختار فيو الاقي في خاصيه سب ديسبلين اعمل اللي انا عايزه فيها. طيب هي كومن مش خاصه بتشبيه كل حاجه خالص. التايب بتاعها ممكن نخليها تكست. طب هتبقى في انهي جروب؟ انا عايزها تطلع مع ديسبلين فهحطها في جرافيكس، اجي هنا اقول له انها تبع الجرافيكس واقول له ايه اوكي اوكي. فباجي ببص هنا في نفس المكان الاقي حاجه طلعت لي جديده اسمها سب ديسبلين. طيب لو انا هنا عايز ابدا ارتب الحاجات ديت حسب الديسبلين والسب ديسبلين، طيب هاجي هنا على الفيو ده مثلا اقول له خلي السب ديسبلين بتاعه مثلا مهووس البيم، ده اسم المدونه اللي انا عاملها بنشرح بيها كل البرامج الريفت والاوتوكاد ونفس وركس كل حاجه. اجي هنا اقول له طيب روبرتس واقول له انا عايز اختار مثلا الديسبلين، وادخل في الخصائص اقول له اعرض لي الديسبلين، وبعد كده يعني اقسم اول حاجه اعمل لها جروبنج للديسبلين، يعني اعرض لي الميكانيكا الاول، اعرض لي التكييف الاول، اعرض لي الارتكشر الاول. طب وبعد ما اخلص من الديسبلين ادخل في السب ديسبلين كانتش موجوده قبل كده، ممكن اقول له بعد كده خليها بالتايب فمن عندي تايب. اوكي اوكي نيجي نبص نلاقي المشكله خلاص اتحلت. الارتكشر اهوت اللوحه دي هنا لان انا مش كاتب لها سب ديسبلين، لان سب ديسبلين لسه احنا مخترعينها اهو. ماوس البيم بلاقي تحتها تايب، بلاقي تايب يعني ممكن الاقي مثلا يقول لي ده فلور ولا سيلينج ولا 3 دي فيو ولا سيكشن. وبعد كده بلاقي اللوحه بتاعتي اللي انا فاتحها دلوقتي، وهي دي الوحيده اللي انا عملت لها سب ديسبلين. الموضوع ده ممكن نستخدمه حاجات كتيره جدا، ممكن نقسم شغلنا، ممكن مثلا شتات نبدا نعملها اقسام زي ما احنا عايزين ونكتب زي ما احنا عايزين. دي طريقه ممكن مش مجرد بس ان انت تعمل سب ديسبلين، ممكن تضيف برامتر لاي حاجه، يعني مثلا تكون عندك عايز تضيفها للضغطات، عايز تضيفها فليكسيبل للجريتس، اي خاصيه عايز تضيفها تضيفها بالطريقه ديت. لن تنسونا من دعاكم، اخوكم عمر سليم.